بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امبارح عرفنا نعمل الكونكشن عشان نبدا نكمل شغل، فعايزين نشتغل على تيبل. فالداتابيز اللي اسمها تيست ما فيهاش اصلا اي تيبلز ولا اي حاجه، فانا هكاري التيبل اسمه امبلوي على 5 كولومز وابدا اشتغل بس اكريت تيبل كده عشان ابدا اشتغل عليه واقدر اعمل عمليات الاساسيه للكراد اوبريشنز، اضافه وتعديل وحذف وبحث وكلام زي كده. فعملت اول حاجه الامبلوي اي دي، وده انت خلاص ماشي. بعد كده هعمل فيرست نيم، لا خلينا نيم على طول الاسم وخلاص. وده هختار نوعه بار كاركتر، فاريبل كاركتر. طبعا مش هتكلم على نوع البيانات ولا الحاجات ولا برايمري كيز ولا لا، يعني الداتابيز انا معتبر انك عارف داتابيز خلاص، بس انا لازم اطبق على داتابيز من يعني هختار، لازم اختار نوع من انواع. فاخترنا ماي اس كيو ال عشان هو اشهر على السيرفرات الخاصه بالويب سايتس والموبايل ابلكيشنز برضو اللي هي بكونكت خارجي. ده الايميل بار كاركتر والسالري، مثلا نختار ان هو دبل او ريل زي ما احنا عايزين، فلو ديسمال كلهم، بس طبعا بالفروق اللي هي دقه العرض مش قضيتنا دلوقتي خالص. ماشي، اي واحده من الاربعه دلوقتي مؤقتا لو انت عارف اختار. تعالى بقى نيل امبلي بس اي دي، ممكن نعمله بس ان هو برايمري كي بس مش اكتر. طبعا سيبك من كوليشن والاتريبيوتس، انا عايز بس الاندكس. طبعا عندك بقى خصائص كتير انا برضو مش هتكلم فيها لان احنا مش في وضع ان احنا نتكلم عدد. بس طبعا اللينث ممكن تحدد الماكسيمم لينث بتاعك اللي انت عايزه، يعني كام خانه كل كولوم. بس انا هاجي على اللي هو الاساسي اللي هو الامبلوي اي دي، هخش على الاندكس واقول له برايمري كي بس اللي هو الامبلوي اي دي. قال انت كده هتعمل برايمري كي على دوت، هيديني بس السايز. قلت له ماشي، مثلا 4 خانات يعني 9 9 9 9 ده اقصى حاجه تخش. الجندر طبعا بار كاركتر، ممكن تعمله كاركتر بس عشان يبقى خانه واحده بس مش قوي. 60 الجندر 6 عشان ممكن اكتب كلمه فيميل كامله مثلا، وميل الايميل مثلا 60، السالري مثلا 7 او المفروض 7.2 او 4 او كده بحيث يبقى الفراكشن. قلت له سيف، حطوا لي كله. طبعا حط الديسمال ما حددوش في نازل 10 كده. انا كريت التيبل. طبعا عايز ابدا بالديتا في موقع جميل جدا اسمه ماكارو. الموقع ده جميل جدا، ممكن يدي جنريت لك داتا وحجمها كبير وبتاع وتملى الجدول عشان يبقى في عندك سامبلز تقدر تجرب وتشتغل عليها. وانا برجح بقى انه بيشتغل مع اي نوع من انواع الداتابيزز، وبيشتغل مع نو سيكوال وسيكوال وكلام زي كده. انا جاي عامل نفس الفيلد هنا، قلت له امبلوي، هو ده الموقع على طول كده، امبلوي اي دي اندرسكور اي دي وده رول نمبر. بعد كده النيم، انا ما كانش عندي فيرست نيم ولا لاست نيم، انا عندي النيم بس. الفيرست نيم لاست مش عايزه. الايميل ماشي، الجندر الايميل السالري ماشي، جندر ايميل سالري، نيم جندر ايميل سالري. ارجع للمكرر، انا فتحت ايه ماشي، معلش نظبط كده تاني، معلش تاني نعمل الايه الفيلد نيم الامبلوي اندرسكور اي دي، وده هيشتغل على الرو نمبر. هنا النيم تمام، ونفتح كده نختار النوع الداتا اللي هتكملي ايه اللي هيجنريتها لي. فعندك حاجات كتير مثلا فيرست نيم مش عارف ايه، ممكن تختار لا انا مش عايز فيرست نيم، انا عايز فول نيم، يعني فول نيم على بعض. ده مش عايزه، مساحته. الايميل كان عندنا الايميل انا عايزه بالترتيب، جندر ايميل سالري. ليه بالترتيب؟ عشان بس لما يطلع جنريت لي اخد على طول طخ او منزل دوت داتابيز ما يعمليش مشكله. فانا عايز بس الترتيب، النوع في الجندر اكتب كلمه جندر بس كده، هيقول لي جندر ميل وفيميل. قلت له ماشي. طبعا في عندي الجندر اللي هو ايه الابريفيشن اللي هو ام او اف بس زي ما انت عايز. وعندي بعد كده بعد الجندر ان عندي الايميل، وبرده ممكن اكتب كلمه ايميل، هيقول لي والله في عندي ايميل ادريسز. قلت له ايوه، احط لي شويه ايميل ادريسز كده عشان حتى ما جنريت يبقى حاجه متكامله لحد ما. السالري قلت له طالع عايز نمبر، طبعا نمبر فيه فراكشن، قلت مختار رقم فيه فراكشن. ممكن احدد المينيمم مثلا 1000 والماكسيمم 100000 والديسمال خانتين زي ما انا عايز. كده التيبل بتاعي قدامه هنا، حددته نفس الكلام. بقدر اختار بقى هنا ايه، عايز اعرض كام، عايز اعرضه اس كيو ال، عايز اعمله جيسون سي اس في اكس ام ال اكسل. والروز حدد 10، حدد 100، حدد 1000 بيديك لغايه 1000 او اكتر متهيألي. واسم التيبل امبلوي، وقلت له بريفيو الداتا كده وريني شكل البيانات. قال لي الجدول هيبقى عامل كده. قلت له حلو جدا ماشي كويس جدا. وطبعا الاس كيو ال ادي الجمل الاس كيو ال جاهزه مكتوبه عشان ناخدها تك نرميها في البرنامج تشتغل معانا. طبعا ممكن تعمل داونلود للداتا، ممكن تضيف اد انذر فيلد، تحدد عدد السطور اللي انت عايزها، عدد الروز 100 مثلا من الاخر، بس انا عايز 10 بس عشان تبقى المعامله محكومه. اعمل داونلود، اعمل بريفيو. انا مش هعمل داونلود بصراحه مش فاضي. هو عامل ايه؟ هو بس مكبير كده الاس كيو ال على طول كله اللي هم بتاع ال 10
كابي واروح على الماي اس كيو ال، اخش على اس كيو ال واقوم رامي الايه الاوامر بتاعتي واقوم دايس جو فيبدا ينفذ لي الاوامر دي على طول. قال لي وان رو انسيرت وان رو انسيرت وانا ماشي افتح كده الامبليز ادوس عليه ادي التيبل اهو حط لي فيه 10 روز كده تمام جاهز ومعايا تيبل اقدر اشتغل عليه.